أقيم في كنيسة الرسل الأزرق الشمالي للاتين لقاء يسوع فرح 15 بتنظيم من شبيبة الرسل الأزرق الشمالي لشبيبات الأردن بعنوان أيكون عند الله ظلم؟ تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. احتفلت شبيبة الرسل في دير اللاتين الشمالي في مدينة الزرقاء باللقاء السنوي 15 يسوع فرحي، والذي حمل هذا العام عنوان أيكون عند الله ظلم، بمشاركة كبيرة من شبيبات المملكة المنتشرة في الرعاية لفئتي الجامعية والعاملة والتي تتبع الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن، فيما حل قدس الأب الدكتور جمال خضر راعي كنيسة العائلة المقدسة في مدينة رام الله وأمين عام المدارس الكاثوليكية في القدس وفلسطين وفرقة الرعاة القادمة من الأراضي المقدسة بقيادة الأستاذ جورج سلسع ضيوفا على هذا اللقاء في مدينة الزرقاء. بدأ اللقاء بتوجه الحضور للمشاركة في القداس الاحتفالي الذي ترأسه الأب الضيف الدكتور جمال خضر بمشاركة كاهن الرعية الأب إياد بدر والأب عامر جبران الكاهن المساعد ولفيف من الكهنة والراهبات من مختلف الإرساليات وحشد من أبناء الرعية والمدعوين، فيما أحيت تراتيله جوقة الرعية. وقبل بداية القداس رحب الأب بدر بالأب الضيف مقدما له الشكر على تلبيته الدعوة ليكون راعيا لهذا اللقاء، كما قدم الشكر للآباء الكهنة المشاركين والأخوات الراهبات وبفرقة الرعاة والحضور الكريم وللشبيبة القادمين من مختلف رعايا المملكة. أردنا في هذا اليوم أن نحتفل بيسوع فرحي بهذا الشعار أيكون عند الله ظلم، بالرغم ما نراه من حولنا نسمع به يواجهنا من صعوبات، ولكن نقول الله هو الطريق والحق والحياة، الله هو الذي يرشدنا، الله هو الذي معنا دائما، الله لا يتركنا، والله لا يسمح بالظلم لخليقته، للإنسان الذي خلقه على صورته ومثاله، حاشا وكلا. الله هو الرحيم، الله الذي لا يريد سوء الإنسان ولكن يريد خير لأبنائه، يريد خير لأبنائه. ونحن نؤمن أن الخير دائما ينتصر، الخير دائما ينتصر على الشر، والله يدافع عن المظلوم، والله هو بصف المظلوم، وعدالة الله تظهر مع رحمته. أهلا وسهلا بالجميع وأهلا وسهلا بك ونورسات. إحنا اليوم كأبناء شبيبة مسيحية في المملكة الأردنية الهاشمية عم نشارك شبيبة الزرقاء شبيبة الرسل بكنيسة اللاتين هذا اللقاء السنوي. هذا اللقاء هو رقم 15، ورقم 15 بالنسبة لنا مفخرة لأنه عم بيعبر عن سلسلة من النشاطات والأعمال والجهود لشبيبة وكهنة ورهبات ومسؤولين وقادة، وأكيد كلياتنا بنكون فخورين كأبناء شبيبة. الشبيبة المسيحية كلياتها عم تستفيد من هذا اللقاء لأنه في أفكار مميزة بتكون، أفكار روحية وأفكار بتقود الشبيبة كمان اجتماعياً بحياتهم العادية، ونتمنى لهم دائماً التوفيق والنجاح في نشاطات زي هيك. تضمن لقاء يسوع فرحي لهذا العام عدة نشاطات، كان أهمها المحاضرة التي ألقاها الأب جمال خضر والتي حملت عنوان هذا اللقاء، فيما قدمت شبيبة الرسل دبكات ومسرحيات بتفاعل مشترك مع باقي شبيبات المملكة. لقاء يسوع فرحي هو من اللقاءات اللي كتير مهمة بتعمله شبيبة الرسل. احنا بنشارك كشبيبة يسوع الملك المزدار تقريبا كل سنة، بيكون في إلها خبرة كتير حلوة لأعضاء الشبيبة، بتعرفوا على الشبيبات تانية، باخدوا خبرات روحية، باخدوا كمان زوادة روحية. نحن فخورين بشبيبة الرسل بعملهم للقاء يسوع فرحي كل سنة، نتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح. وقبل ختام اليوم الاحتفالي قدم مسؤول شبيبة الرسل الشدياق حازم حداد الشكر لضيوف اللقاء ولكل من شارك وساهم في إنجاحه، معلنا عن إقامة لقاء يسوع فرحي 16 في العام القادم. هذا اللقاء باشرت فيه شبيبة الرسل التابعة لكنيسة الزرقاء الشمالي
لقاء بضم من كل شبيبات المملكة لفئات الشبيب الجامعي والعاملة. هذا اللقاء هاي السنة رقم 15 له مستمر 15 سنة. كل سنة بيأخذ هذا اللقاء عنوان، بيكون له العنوان هدف حتى نوصل رسالة لكل شبيبات المملكة. وعلى سبيل المثال هذا اللقاء الخامس عشر تم اختيار عنوان أيكون عند الله ظلم، وسبب تسمية هذا اللقاء واختياره زي ما احنا شايفين وشايفها الشبيبات وجيل الشباب كل الأشياء اللي بتصير حواليها من مختلف الحروب والصعاب، موت الشباب بيعز بريعان شبابهم. فبالتالي كان هذا السؤال أين الله من كل هذا الظروف؟ فتم السؤال أيكون عند الله ظلم؟ فتم اختيار هذا اللقاء حتى نحدث عن هذا الموضوع، واستضافت شبيبة الرسل الأب جمال خضر من الضفة حتى أنه يتكلم لنا عن هذا اللقاء ويتكلم عن هذا الموضوع، واستضافت أيضا فرقة الرعاة حتى تعمل عملية تنشيط، لأنه اللقاء بضم أيضا كمان شغلات تنشيطية ولقاءات ومسرحيات ودبكات حتى أنهم ينشطوا الشباب ويطلعوهم من جو الروتين اللي عايشين فيه. وأهلا وسهلا فيكم كقناة نورسات اللي دائما داعمة هاي المسيرة، مسيرة الشبيبة الرسل بشكل خاص، بشكل عام شبيبات المملكة بتغطي كل التغطيات بكل محبة بكل فخر. شبيبة الرسل اللي بتتعب وتعبت حتى حافظت على اللقاء لمدة 15 سنة، استمرينا ومستمرين ورح نستمر على طول بمحبتكو أولا. وزي ما دايما بحكي لكم إياها أنهي لكم إياها، دايما بحكي يسوع فرحي، لكن أنت كل واحد فيكو أنت فرحه ليسوع. أهلا وسهلا فيكو وشبيبتنا بترحب فيكم.